ولدوا بجينات وراثية تحمل حب الزمالك، فبات اسم النادي الأبيض يسري في دمائهم وعشقه يملأ كيانهم. ويتمتع نادي الزمالك بشعبية جارفة في مصر والأوطان العربية والقارة الإفريقية، تضعه بين أكبر أندية العالم من حيث عدد المشجعين والمناصرين، ويمثل الحافز الجماهيري سبباً رئيسياً في تتويج الزمالك بالألقاب والكؤوس محلياً وقارياً. وتعتبر المساندة الفعالة لأنصاره الوفية واحدة من أبرز الدوافع للاعب الفارس الأبيض دائماً وأبداً. وعلى الرغم من ضياع حلم الحفاظ على لقب الدوري في الموسم الجاري للمرة الثالثة على التوالي، كذلك وداع الفريق منافسات دوري أبطال إفريقيا والعديد من العراقيل التي واجهت الفريق، إلى أن جماهير ميت عقبة كانت حاضرة من المدرجات بكل حب تساند وتشجع، تصرخ وقت آلام الهزيمة وتهتف وقت الأفراح والانتصار، تؤازر من أجل النهوض سريعا من الكبوات، وتحفز قبل المواعيد الكبرى. جماهير الزمالك الوفية في مصر وفي جميع أنحاء الوطن العربي تربوا على عشق الكيان الأبيض منذ الصغر، وورثوا جينات حب النادي الملكي من آبائهم وأسرهم، وعبروا عن هذا العشق بشكل عفوي على مدار مراحل طفولتهم. فكانت انتصارات الزمالك تمثل فرحتهم الكبيرة، وتعثره هو مصدر أحزانهم الوحيد. حب خالص من الجماهير للكيان الأبيض بدون مصالح وأغراض شخصية، عشق نابع من قلوب بريئة طاهرة لا تعرف التزييف، صارت أحلامهم وطموحاتهم رؤية اسم ناديهم العريق عالياً وعلمه الأبيض مرفرفاً خفاقاً في المحافل القارية والعالمية. إنه عشق الزمالك يا سادة، ولا عزاء لمن لم يتذوق عشق الفانيلا البيضاء. جماهير الزمالك الوفية، شكراً لكم على كل ما تقدموه من مساندة فعالة وفي القيام بواجبكم نحو الكيان الأبيض على أكمل وجه. استمروا في الدعم، فالزمالك يلعب من أجل فرحتكم ويعلو اسمه في سبيل سعادتكم.